السلام عليكم. في هذا الفيديو سأريكم تحديد حصل في حسابي، أمر جيد جدا يعني كما قالت الشركة في آخر اجتماع. وأيضا سأشارك معكم سحب هذه $10، وهذا تلبية لطلب الإخوان الذين طلبوا مني أن أقوم بإثبات سحب من AI Marketing يعني بعد رجوعه للعمل. وقبل ذلك الإخوان كالعادة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصل دائما بكل ما هو جديد، وأيضا الانضمام إلى قناة التليجرام الموجودة أسفل هذا الفيديو. دون الإطالة الإخوان، مباشرة في الموضوع. الأمر الأول إخوان، والخبر الأول الذي أريد أن أشاركه معكم، وهو التحديث حصل في حسابي. وهذا التحديث الإخوان يشمل يعني المبالغ الغير المنفقة الذي كان لدينا هنا في هذا المكان. كما تعلمون بعد أخذ الموقع لنصف أو أكثر من نصف المبلغ الذي كان لدي في الغير المنفق يعني ثم ذهب ولم يظهر يعني. وكثير من الأشخاص صراحة يشتكون من هذا الأمر، يعني يشتكون من الرصيد الغير المنفق الذي أخذته الشركة يعني أو الربو ثم لم يظهر هنا في الإحصائيات. واليوم التحديث الذي حصل في حسابي وهو أن هذا المبلغ ظهر في حسابي في الإحصائيات الخاصة بالحساب الخاص بالإخوان، وسأريكم هذا الأمر الآن مباشرة. كما ترى هنا سأقوم بالذهاب إلى أو الحالة الخاصة بالحساب الخاص بي، ضغط هنا على سكيك، ثم هنا كما ترى الإخوان لدي $135، وهذه $135 الإخوان لم أشحنها يعني الموقع أو الربو أخذها من هذا المكان. لقد شحن بطبيعة الحال $20، لكن سنقوم بعمل عملية حسابية يعني بشكل سريع جدا. نقوم بكتابة 135 التي هي المجموع هنا الخاصة بالحملات الإعلانية يعني التي هي الآن قيد العمل، ثم نقوم بأخذ منها $60 التي لا تزال لدينا هنا في الغير المنفق كما ترى هنا، ثم نقوم بكتابة تعطينا 75، ثم نقوم ب يعني أخذ منها $20 الذي قمنا ب يعني شحنها في الموقع عندما عاد الموقع، وتبقى لدينا $55. هذه $55 هي التي أخذ الموقع لأخذها من هذا المكان يعني أخذها من الغير المنفق، ثم قام ب يعني عمل بالحملات الإعلانية يعني. وذهبت أكثر من أسبوع ولم تظهر لدي في الحملات الإعلانية، وهذا حدث مع كثير من الإخوان. الآن أصبحت تظهر في الإحصائيات كما ترى هنا لدي 135 في يعني الحملات في الميزانيات الإعلانية كما ترى هنا، وهاتيها $623 لا تزال لدي يعني في ادس بالانس يعني لا تزال يعني لن تهبط او لن تنزل هذه $600 الى هذا المكان الى الميزانيه الاعلانيه حتى ينتهي هذا الغير المنفق كما قالوا في اخر اجتماع تم يعني في اربعه في هذا الشهر اخوان. يعني هذا هو الخبر الاول الاخوان. اما بالنسبه للخبر الثاني وهو سنتحدث فيه عن سحب $10، وهذا السحب الإخوان سيكون أنا لا أريد أن أقوم بسحب من طبيعة الحال $10، لكن سأقوم بسحبها يعني لكي نقوم يعني بطلب الإخوان طبيعة الحال، وهذا أيضا سنقوم بإثبات لهم أن الموقع فقط لنقوم بتجربة صراحة هي تجربة لي ولكم في نفس الوقت. يعني سأقوم بسحب يعني لأرى هل يتم السحب بالفعل من AI Marketing بعد رجوعه للعمل أم لا. هذا لم أقوم بسحب من قبل، والآن سأقوم بتجربة السحب عن طريق البيتكوين. أنا أقوم بدفع الترانسفير ثم نقوم بكتابة هنا المبلغ الذي نود أن نقوم بسحبه وهو $10، ثم نقوم قبل ذلك أريكم يعني آخر سحب قمت بسحبه من الموقع كان قبل غلق الموقع تقريبا بخمسة أيام أو ستة أيام، قمت بسحب تقريبا $89 على البيتكوين. يعني هذا هو آخر سحب قمت به من خلال AI Marketing يعني من خلال هذا الحساب الذي أقوم بشرح لكم الإخوان دائما الفيديوهات. نقوم بكتابة هنا كما قلنا $10، ثم نقوم بالضغط على Continue، ثم نقوم باختيار هنا البيتكوين. كما تعلمون كما قلنا لكم البيرفكت موني يعني هناك فيها يوجد فيها مشكل، نقوم باختيار هنا ثم نقوم بالضغط على بيتكوين. كما ترى هنا فيعني رسوم تحويل من البيتكوين هي $2، يعني إذا قمنا بسحب $10 اللي هو مينيموم سنتوصل ب $8، ستذهب $2 في رسوم التحويل كما ترى هنا، سنتوصل ب $8.
سأقوم بسحب طبيعة الحال على محفظتي على البيتكوين كما ترى هنا الإخوان. بالمناسبة بيتكوين في ارتفاع كما ترى هنا، وصل إلى حد الساعة إلى 51,545.24 سنة، يعني البيتكوين في ارتفاع الإخوان. وإن شاء الله نزور القيمة التاريخية للبيتكوين التي هي تقريبا بين 54 و 65 و 65 ألف دولار. دابا الإخوان مباشرة إلى الأمر الخاص بنا، نقوم ب يعني أخذ المحفظة الخاص بنا على البيتكوين. نقوم بالضغط هنا على المحفظة، ثم نقوم بالدخول مباشرة إلى سنقوم بالضغط هنا على المحفظة الفورية والمحلية، ثم نقوم بأخذ يعني نقوم بأخذ محفظة البيتكوين الخاصة بنا. أما إخوان نقوم بالنزول إلى هذا المكان ثم نأخذ محفظة البيتكوين الخاص بنا كما ترى هنا BTC. تقوم بالذهاب مباشرة إلى إيداع، تقوم بالضغط هنا على إيداع أو ديبوزيت. أعمل هذه الخطوات كلها من أجل الإخوة التي هم انضموا يعني حديثا إلى بينانس، وأيضا حتى يعلموا يعني طرق يعني أخذ المحافظ من منصات التداول، سواء كانت بينانس أو كانت يعني أي منصة تداول، فهي تقريبا نفس الخطوتين إخوان. لهذا أقوم بعمل هذه الخطوات يعني خطوة بخطوة يعني يعني القناة يعني هي قناة تعليمية طبعا، لهذا نقوم بعمل هذه الأمور يعني بشكل يعني نقوم بتطبيق جميع الخطوات الإخوان. ثم نقوم باختيار هنا BTC. دائما ما قلت لكم الإخوان نقوم باختيار شبكات بيتكوين هنا كما ترى هنا، ثم يعطيك محفظة مباشرة لكي تقوم بأخذ هذا العنوان. تقوم بالضغط كالعادة على هذا المربع لكي نقوم بنسخه بشكل صحيح، ثم نقوم بالذهاب مباشرة إلى الإي ماركتينج، ثم نقوم بوضع هذه المحفظة في هذا المكان. ثم كما ترى هنا 10 دولار محفظة، 8 دولار التي ستوصل إليها في محفظتنا على البينانس، ثم هنا بيتكوين 2 دولار وصل بتحويل، ثم تقوم بالضغط مباشرة على ترانسفير. تم السحب مباشرة 10 دولار إلى محفظتنا على البيتكوين. إذا قمنا بالذهاب إلى يور كاش باك ستجد هنا لدي 0.47 بدل 10.47، أي أنه تم السحب بنجاح إخواني. يعني هذا أريد أن نقوم بإثبات السحب لنفسي ولكم أيضا حتى نستطيع أن نقوم يعني بإتمام العمل في الـ AI Marketing إخوان. وليس أخيرا يعني الكثير من الأشخاص تسجلوا في الـ AI Marketing واستثمروا في الـ AI Marketing ولكنهم لا يعرفون أي شيء عن الإمبينيتورك، يعني صراحة شيء يعني لا أعرف كيف يعني أصف هذا الأمر. هناك شخص استثمر في موقع ولا يعرف في موقع AI Marketing ولا يعرف ما هو إمبينيتورك، لا يعرف ما هو إمبينيتورك حتى. الإخوان هذا أمر ضروري أن تعرفوا أن الإمبينيتورك هو يعني موقع يعني طيب تابع لـ AI Marketing، لأن الإخوان تعرفوا على الإمبينيتورك. لهذا الإخوان سأخصص فيديو للإخوان الذين لا يعرفون الإمبي نتورك وأشرح لهم ما هو الإمبي نتورك وكيف يتأخذ المكافآت يعني وكيف يتبناء فريق وما إلى ذلك من أمور. عليكم أن تعلمون الإخوان أن الإمبي نتورك يعني مهم يعني بمثابة يعني اهتمام الإي آي ماركتينج، يعني هو مهم أيضا لأنك تأخذ من خلال المكافآت وكيف تبناء فريق وتأخذ عمولات وما إلى ذلك من أمور إخوان. لهذا سأخصص لكم فيديو خاص لهذا الأمر. إخوان الذين يحبون القناة ويحبون يعني وجهة نظرنا، فأهلا وسهلا بكم، فأنتم تاجا فوق رؤوسنا. أي سؤال أي استفسار يمكنك أن تضعه أسفل هذا الفيديو أو التواصل معي على الإنستغرام فرابطها أسفل هذا الفيديو، وأنسى أيضا الانضمام إلى قناة التليجرام فهي أيضا رابطها أسفل هذا الفيديو. وهذا ما أردت أن أشرح الإخوان في هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا دائما بكل ما هو جديد، والسلام عليكم.